الدخول رفعت الرايه البيضاء. في هذه اللحظات فتحت البوابات واندفعت الحصن المنتج محليا عمر السنتين التي لم تربح في شوطنا الثالث على بركة الله تعالى من علامة 1600 متر. وكما تشاهدون الآن مشاهدينا الكرام رقم 7 تقديم في المركز الأول، مع محاولات من الخارج الآن لرقم 9 حارث الخير، وأيضا من الوسط وارث المجد في محاولة للتقدم في هذه اللحظات مع بداية هذا الشوط. تشاهد الآن رقم 2 البواردي يأتي من الخارج الآن في محاولة للتقدم، وكذلك 17 بن يصبا في محاولة ايضا للتقدم والمطارده في هذا الشوط. مع انطلاقه هذا الشوط في اللحظات الماضيه حارث الخير في المركز الاول يحافظ على الصداره في هذه اللحظات. حتى هذه اللحظه حارث الخير البواردي ياتي من الخارج في محاوله ايضا للتقدم، التراجع لوارث المجد للمركز الثاني، ومحاوله ايضا من الخارج المطارده تاتي ل 13 موجود ياتي من الخارج الان. موجود يتقدم الان الى المركز الثالث والمركز الثاني لرقم 2 البواردي، والمركز الأول لرقم 1 في هذه اللحظات لرقم 9 في هذه اللحظات حارث الخير في محاولة أيضا للتقدم والمنافسة. 13 موجود مع الاقتراب من المنعطف الأخير وبداية الخط المستقيم. مشاهدينا الكرام موجود يتقدم الآن إلى المركز الأول مع مطاردة وملاحقة من البقية، انفرد بالصدارة موجود مع محاولات الآن تأتي على ما يبدو لمرباع إلى المركز الأول في هذه اللحظة والمركز الثاني، بينما الصدارة لا زالت لرقم 13 موجود حتى هذه اللحظة. من الخارج الآن يأتي 11 شموخ بلادي إلى المركز الأول بكل قوة، و13 موجود يحافظ على الصدارة، و11 على ما يبدو شموخ بلادي إلى المركز الأول بكل قوة. ما شاء الله تبارك الله لأبناء محمد بن عايش محمد الطيار بكل قوة.